ينضم إلينا هاتفيا أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد التحية، يعني إذا تابعنا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة بين مصر وأرمينيا، بالطبع شاهد هذا التوقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الذي استقبله السيد الرئيس بالفعل اليوم في قصر الاتحادية. إذا هي زيارات متبادلة بين البلدين، سواء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي زار بالفعل أرمينيا العام الماضي، وهذه الزيارة لرئيس الوزراء الأرميني إلى القاهرة. كيف تعكس هذه الزيارات المتبادلة علاقات الصداقة القوية بين البلدين، وكيف تتوقف عند هذه الزيارة اليوم تحديدا؟ هو طبعا الحقيقة التعاون المصري مع أرمينيا أو مع حتى دول آسيا الوسطى ودول روسيا المختلفة الاتحاد السوفيتي السابق أو غيره في اتصال دائم وتواصل واتفاقيات مختلفة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري فيما يتعلق بالزراعة والصناعة في كثير من الاتفاقيات اللي هي الرئيس سبق له زيارة أرمينيا بشكل مختلف، وكان في برضه اتفاقيات عقدت واتفاق على استراتيجية هذه العلاقة. وكمان الحقيقة العلاقة بيننا وبين أرمينيا علاقة تاريخية، يعني الأرمن في مصر العلاقات المختلفة الثقافية والاجتماعية اللي موجودة، هذه الجالية المختلفة فيها علاقة تاريخية، وفي كمان زي ما احنا بنقول اتفاقيات فيما يتعلق بالتجارة بالزراعة بالتكنولوجيا بتبادل الخبرات في تفاصيل مختلفة. كل دولة بتتواصل مع الأخرى فيما يتعلق ب التفاصيل الاقتصادية أو التفاصيل اللي بتربط الطرفين. نعم أستاذ أكرم، يعني لو توقفنا عند مجالات التعاون التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها، في هذه المجالات أيضا التعاون الاقتصادي بين البلدين مصر وأرمينيا، يعني كيف ترى أهمية هذه الاتفاقية تحديدا في التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما تخطوه مصر في المجال الاقتصادي من خطوات نحو تحسين بيئة الاستثمار، جذب الاستثمارات الأجنبية وما إلى ذلك؟ بالتأكيد طبعا احنا عارفين ان مصر اصبحت مجال استثماري جاذب للاستثمارات الخارجية في الصفقات المختلفة اللي تم عقدها خلال الاسابيع الاخيرة، والحكومة اعلنتها سواء في رأس الحكمة او في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس او شبكة الطرق والكباري والبنية الاساسية والطاقة وغيره اللي اصبحت متوفرة في السياحة، كمان في قطاع مهم وتبادل مهم بين مصر وارمينيا في هذا الامر نيابة وإيابة في مجالات مختلفة، ومصر أصبحت مجال جاذب للاستثمارات الخارجية بشكل كبير وفرص حقيقية لأي مستثمر، وبالتالي فالتفكير هنا يتجه إلى أنه هذه الاتفاقيات تتضمن تبادل تجاري، تتضمن سياحة، تتضمن جذب استثمارات أرمينية في مصر أو استثمارات مصرية متبادلة. كمان العلاقات التجارية بين مصر وأرمينيا تتصاعد سنة وراء سنة لأنه طبيعي أنه في تبادل واسع للتجارة بين البلدين. نعم أستاذ أكرم، يعني هذه العلاقات والشراكات بين مصر ومختلف دول العالم، أهمية هذه العلاقات في أن يكون هناك مواقف سياسية موحدة تجاه القضايا المختلفة، الأزمات التي تعاني منها المنطقة، ونحن بالطبع يعني في هذه المنطقة من العالم، منطقة الشرق الأوسط، المنطقة العربية، بها العديد من الأزمات، ولعل يعني آخر ما نتحدث عنه هو بالطبع القضية الفلسطينية. طبعا بالتأكيد مصر وجهة نظرها دائما التعاون والشراكة، ومصر على تواصل مع كل الدول العالم سواء الأطراف الإقليمية أو الدولية لوقف الحرب على غزة، وبتتواصل مع كل دول العالم لكسب هذه الأصوات المختلفة. ومصر لها وجهة نظر مهمة جدا فيما يتعلق بأهمية تعديل وضبط النظام العالمي الحالي الذي لم يعد مناسبا الحقيقة للكثير من الأوضاع والتفاصيل، نظام عالمي عاجز عن وقف الحروب والصراعات، وبالتالي فهنا مصر تبقى في سياستها الخارجية مع التعاون والشراكة ضد الصدامات والصراعات ومع المسارات السياسية. في الحرب على غزة مصر بتقوم بدور مهم جدا في دعم دخول المساعدات، مواجهة الحرب، السعي لوقف إطلاق نار دائم أو هدنة، ثم مسارات السلام ودعم القضايا الفلسطينية. هذا الأمر تطرحه مصر في كل
مقبلات الرئيس او الزيارات المختلفه، الرئيس عبد الفتاح لم يتوقف لحظه عن بذل كل الجهود ومؤسسات الدوله المختلفه لوقف هذا العدوان والبحث عن دعم وتاكيد الدوله الفلسطينيه ورفض التصفية والتهجير في هذا السياق. نعم استاذ اكرم، بالاضافه الى ذلك والمواقف السياسيه وتوحيد رؤى او بلوره رؤى موحده لمعالجه القضايا والازمات في المنطقه، هناك ايضا مواجهه تحديات الاحداث العالميه، يعني بعد ازمه كورونا، بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، كان هناك تداعيات اقتصاديه بالاساس في مختلف دول العالم، ولعل ابرزها كان بالطبع امن، مساله الطاقه، مساله الامن الغذائي. هنا ايضا تبرز أهمية الشراكة بين مصر ومختلف دول العالم الصديقة والشقيقة. طبعا الشراكة والتعاون في هذا السياق وفي كل المجالات المختلفة، احنا عارفين انه في أزمة عالمية لها انعكاسات على اقتصادات دول العالم، حرب بين روسيا وأوكرانيا من ناحية، كورونا قبل ذلك، حرب على غزة الآن، كل دي تأثيرات تؤدي إلى انعكاسات اقتصادية، وبالتالي فمن المهم إنه يبقى في سياقات للتعاون والشراكات المختلفة ودعم والدفع نحو البحث عن صيغ مختلفة، التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات، فيما يتعلق بالتبادل الخبرات، فيما يتعلق ب حتى تبديل استيراد السلع الاستراتيجية اللي بتنقص لدى بعض الدول بسبب هذه الحرب أو تلك، وده جزء مهم جدا من سياقه. فتوسيع التعاون والشراكة بيقلل من تأثيرات هذه الأزمات على اقتصادات الدول، وده اللي دايما مصر بتسعى إليه خلال. شكرا أستاذ أكرم القصاص، وننتقل مشاهدينا إلى قصر الاتحادية مرة أخرى لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.